اتفضلي يا مها، قولي لي بقى انت في قدام، انت في الجيزه. لا انا استاذه لميس. في لجنه ايه بالظبط؟ انا دلوقتي قدام مدرسه الشهيد عاطف الاسلامبولي، وهي تابعه لمحافظه الجيزه، اللي بتقام فيها اعاده الجوله الاولى من المرحله الاولى لانتخابات مجلس النواب. محافظه الجيزه بيتنافس فيها اربع مرشحين على مقعدين داخل دائره واحده فقط، وهي دائره البدرشين. عايز اكلم حضرتك سريعا عن اللي دار النهارده على مدار اليوم. اللجنه الانتخابيه قفلت ابوابها منذ دقائق، ولكن فتحت ابوابها في تمام الساعه 9 صباحا، وبدات في استقبال في الساعات الاولى. لاحظنا ان الاقبال نسبي، ولكن بعد الدور لاحظنا الاقبال بيزداد، خاصه كمان بعد ساعه الراحه اللي كانت مخصصه من قبل الهيئه الوطنيه للانتخابات من 3 لـ 4. الاعداد ابتدت تزيد اكتر، خاصه ممكن نقول الناس خلصت اشغالها وقدرت ان هي تيجي وتدلي بصوتها. لكن المشاهد الابرز النهارده هو المشاركه الكبيره جدا للسيدات المصريات، وكمان لاحظت ان معظم السيدات بتيجي اللجان الانتخابيه ومعاهم أطفالهم بيشاركوا كمان معاهم في هذا اليوم. يلي السيدات المشاركة الكبيرة أيضا من الشباب، وفي مشاركة من كباري السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. عايز أتكلم عن المساعدات التي قدمت من قبل الشرطة وكافة التسهيلات اللي قدموها لكباري السن. كل التسهيلات كانت مقدمة ليهم علشان يقدروا يدلوا بالعملية الانتخابية، أو يقدروا أن هم يدلوا بصوتهم داخل اللجان الخاصة بيهم من خلال الكراسي المتحركة والمقاعد. كمان رؤساء اللجان قدروا أن هم كمان يساعدوهم علشان يسهلوا لهم إزاي يدلوا بصوتهم. عايز أتكلم الإجراءات الاحترازية اللي ما اختلفتش تماما عن الجولة الأولى أو الجولة الثانية، بالعكس كمان شايفة النهاردة في تشديدات أكتر على الكمامات، على الوقاية، على الإجراءات الاحترازية، البوابات التعقيمية، الكحول اللي موجود أمام اللجان الانتخابية، تعقيم المواطنين، المسافات الأمنة بين المواطن والآخر. كافة الإجراءات الاحترازية كانت متخذة النهاردة. أما عن التأمين فكان تأمين مكثف داخل وخارج اللجان الانتخابية، الشرطة النسائية كانت متواجدة. مدة الانتخاب نفسها ما كانتش بتاخد وقت، يعني بالكتير قوي دقيقتين بيكون المواطن قادر ان هو ينتهي من مهمته الانتخابيه. دي كانت ابرز الحاجات اللي رصدناها النهارده خلال اليوم الاول من جوله الاعاده في محافظه الجيزه. يعني كمان بكره هتابع مع حضرتك اليوم الاخير وعمليه الفرز. اليكي مره اخرى استاذه. انا بشكرك يا ماهو، خلي بالك من نفسك. طبعا بقول كده لكل زمايلنا المراسلين اللي موجودين في الشارع بيؤدوا دورهم، خلوا بالكم يا جماعه. انا مبسوطه ان انتوا بالكمامات، خلي بالكم علشان يعني انتوا بتختلطوا بالجمهور وبتبقوا موجودين في الشارع، فخلي بالكم من نفسكم. بشكرك جدا مها صبري، الدايره الوحيده اللي فاضله في الجيزه للاعاده.